نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والنيل للأخبار. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية كالمعتاد بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد على الحرص على تطوير العلاقات مع الدنمارك وتقديم كافة التسهيلات للشركات الدنماركية بمصر. مدبولي يستعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ويؤكد على الأهمية القصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. شكري يؤكد للمبعوث الأممي لسوريا أهمية إحياء العملية السياسية والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السورية. وفي النشرة الاقتصادية نتابع. بايدن يؤكد أنه سيطلب من الكونغرس تشديد القوانين المنظمة للبنوك ويتعهد بمحاسبة المسؤولين عن انهيار بنك سيليكون فالي. أهلا بكم وأتابع معكم في أخبار الرياضة. فولفسبورغ يفرض التعادل على يونيون برلين بالبونزليغا. تفاصيل النشرة. أهلا بكم. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن تأتي لتؤكد على حرص البلدين على تطوير العلاقات خاصة في مجال الطاقة والنقل والشحن البحري والبيئة. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري. نعم، جاء هذا خلال اللقاء المتبادل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة ميتا فريدريكسون رئيسة وزراء الدنمارك. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، خاصة مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وقد تناول اللقاء أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك، خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث أكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك إنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن. كما تم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي، وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ. كما أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تفرضه هذه الجهود من أعباء، مؤكدة أن مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف الهام. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضا تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة،
حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف. وخلال المؤتمر الصحفي أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بحث مع رئيسة وزراء الدنمارك عددا من القضايا في مقدمتها ملف حقوق الإنسان، مؤكدا وجود تفهم كبير من جانبها لرؤية مصر فيما يتعلق بهذا الملف. تحدثنا مع فخامة رئيسة الوزراء في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان، وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر إلى هذا الموضوع المهم اللي احنا حريصين جدا جدا ان احنا في كل مناسبة نتكلم فيه مع اصدقائنا الاوروبيين على ان احنا لنا رؤية مهمة جدا جدا بنطرحها في اهمية في استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الانسان في مصر، والتي تعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الانسان في كافة المجالات المختلفة، ودي طبعا طبقا للمعايير اللي حطها المنظمات المنظمات الدولية في هذا المجال. أنا الحقيقة يعني وجدت تفاهم كبير قوي، وهذا التفاهم محل تقدير واحترام جدا لفخامة رئيسة الوزراء، وده أمر أنا بسجله دلوقتي. وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تفاهم مصر لحاجة إثيوبيا للتنمية، وأضاف في الوقت ذاته ضرورة التوصل لحل قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. الأزمة سد النهضة وقلنا فيها، وبرضه ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على أن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الأثيوبيين. وده طبعا احنا بنقول أن احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الأثيوبيين. نحن نتفهم أن التنمية في أثيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبة، بس بنقول أيضا وإحنا بنوجد وإحنا متفاهمين ده وأيضا مستعدين نتعاون معهم فيه، أن إحنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. والحقيقة أنا لقيت تفاهم لدى فخامة رئيسة الوزراء على أن الدولة اللي هي الأكثر جفافاً في العالم مصر ما عندهاش فرصة أنها تتحمل أي نقص من المية يصل إليها في وقت من الأوقات. بالمناسبة ما كانش أبداً موجود على نهر النيل عبر آلاف السنين أبداً في سد موجود بيؤثر على المية، سواء كانت المية دي كتير أو قليلة. المية اللي كانت بتنزل الحصة اللي بناخدها منها هي كانت حصة ما بتتغيرش حتى لو كان فيه صعوبات، وكنا بنقبل ده. إذن هو المطلوب ان احنا نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. من جانبها اكدت رئيسة وزراء الدنمارك ان محادثاتها مع الرئيس السيسي كانت مثمرة للغاية، حيث اشارت الى انها تأتي في وقت عصيب يواجه فيه العالم العديد من التحديات. كما وجهت رئيسة الوزراء الدنماركية تهنئة لمصر على الاستضافة الناجحة لقمة كوب 27. وكما يعلم الجميع فنحن نتقابل في وقت عصيب يواجه في العالم العديد من التحديات، ولكننا تبحثنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر. وأود أن أؤكد أنني أعتبر مصر كشريك قوي للدنمارك ولأوروبا، والشراكات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية. كذلك فإن فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فإنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم. رئيسة الوزراء الدنماركية أكدت أن مباحثاتها مع رئيس السيسي تطرقت للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، مشددة على ضرورة تعاون جميع القوى الدولية لوقف العنف.
وقد ناقشنا أيضا الوضع السياسي الحالي وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا. فنحن نعلم أن العديد من الأشخاص في أفريقيا ومصر يسددون ثمن هذه الحرب نتيجة لأزمة الغذاء وأزمة الطاقة. نحن نعلم أنها مهمة صعبة وسنعمل عن كثب عليها، وأشعر بالامتنان أن مصر قد اتخذت التزاما مهما فيما يخص قرار الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا. هذا وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن جلسة مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأكد مدبولي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي لا سيما في مجال تحول الطاقة. كما أثنى رئيس الوزراء على التعاون القائم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجانب الدنماركي في مجال تحسين كفاءة الطاقة، مشيدا بالاستثمارات القائمة لشركة ميرسك في مجالات النقل ومشروع تحويل محطة الحاويات في شرق بورسعيد لمحطة محورية عالمية عبر ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار. كما شهد رئيس الوزراء ورئيسة وزراء الدنمارك توقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك. وبموجب هذا التوقيع يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو من العام 2020. كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيسة الوزراء الدنماركية في مشيخة الأزهر. نعم، وقد أكد شيخ الأزهر الشريف خلال اللقاء أن حرية التعبير تنتهي عند المساس بمقدسات الآخرين ورموزهم الدينية. في زيارتها الرسمية الأولى للقاهرة، قامت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن بزيارة الأزهر الشريف ولقاء فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وخلال اللقاء أكدت رئيسة وزراء الدنمارك على أهمية جهود الأزهر الشريف في نشر قيم الأخوة والسلام والتعايش الإنساني، مضيفة أن بلادها حريصة على كفالة حق الاختلاف، كما تولي اهتماما كبيرا لترسيخ التواصل وتعميق الصداقة بين الشعوب الشرقية والعربية ونظيرتها الغربية. شيخ الأزهر الشريف دكتور أحمد الطيب أوضح أن الغرب يسيء استخدام مصطلح الحريات لفرض رؤى غير مقبولة على الثقافة الشرقية والعربية، مؤكدا أن حرية التعبير تنتهي عند المساس بمقدسات الآخرين ورموزهم الدينية. وتطرق فضيلة الإمام الأكبر للحديث عن أخطار الهجرة غير الشرعية، مشددا على أنه إذا أردنا حلا جذريا لهذه الظاهرة فعلينا دراسة أسبابها الحقيقية. لقاء تاريخي جمع فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن خلال زيارتها الرسمية إلى القاهرة، يوضح تطور العلاقات بين مصر والدنمارك، ويؤكد أيضا أن الأزهر الشريف أحدث تطورا كبيرا وغير مسبوق في مسار حوار الأديان. علي فتحي، النيل. أهلا بكم من جديد. ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل. وعرض وزير المالية خلال الاجتماع مشروع الموازنة المقترح والمبادئ الأساسية التي تم صياغة بنود الموازنة في إطارها، والتي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه مع صندوق النقد الدولي. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ما يليه مشروع الموازنة من أهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الدولة في تبني برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا.
هذا وقد أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأهمية التي توليها الدولة لمجالات الصناعات المعدنية المختلفة والتعدين والحراريات، وما يبذل من جهود في سبيل توفير الدعم اللازم لإكسابها الميزة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال. وكلف مدبولي بالعمل على دخول المشروعات المقترحة حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لهذه المشروعات التي تسهم في تعميق المنتج المحلي وتخفيض الفجوة الاستيرادية. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار. وأكد مدبولي أن الحكومة تبذل مجهودا في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية. ووجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات. كما عقد دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات وكيل شركة جنرال موتورز الأمريكية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية للشركة في السوق المصرية. وخلال الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بخطط جنرال موتورز للتوسع في إنتاج طرازات جديدة من السيارات داخل مصر. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أنهم فخورون بالوجود في السوق المصري منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن مصر تعتبر مركزا للشركة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط في قطاع تجميع السيارات. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات على شتى الأصعدة والمستويات لترسيخ مفهوم المواطنة. نعم، جاء ذلك خلال كلمة أمام الجمعية 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة في مملكة البحرين. ولم يقتصر الدور المصري في مكافحة خطاب التطرف على الصعيد الوطني فحسب، بل امتد إلى الإطار العالمي. السيدات والسادة الحضور، لعلكم تتفقون معي أنه لا يوجد هدف أسمى من تعزيز التآخي الإنساني والتعايش المشترك تحقيقا للأمن والسلم العالمي، وهذا الهدف يحتاج إلى إرادة جادة منا جميعا. ومن هنا أتوجه إليكم بحديث سلام من مصر إلى العالم. انبذوا دعوات التعصب والكراهية، فنحن في هذا المنعطف الخطير من الأزمات العالمية الاستثنائية أحوج ما نكون إلى التعايش المشترك وتغليب لغة الحوار القائمة على احترام وقبول الآخر. عندها فقط سينعم عالمنا بالسلام وتعيش شعوبنا في أمان ورخاء وازدهار، وهذا ما ننشده جميعا. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان وعدد من الأعضاء بمجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف على آلية العمل بالشبكة ودورها في دعم قدرات الدولة وتعظيم إمكاناتها بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات. وألقى اللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ألقى كلمة أكد خلالها أن الشبكة تعمل على توفير كافة المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذي القرار على كافة المستويات، بما يمكنهم من التعامل المناسب مع الأزمات والتحرك بشكل أكثر فاعلية على غرار الدول الرائدة في هذا المجال. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاص الأثر للانضمام للقوات المسلحة.
صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 من إبريل 2023. كما صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية 3 يوليو 2023، والمقرر استقبالهم اعتبارا من يوم السبت الموافق 25 من مارس 2023. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه أيضا إلى التيسيرات التي تقدم لأبناء المحافظات النائية. توجيهات القيادة العامة بصفة مستمرة على تقديم كل سبل التيسيرات والدعم لأبناء المناطق الحدودية. طبعا حضراتكم عارفين المسافات الشاسعة جدا اللي هتحمل الشاب مشقة وعناء السفر ماديا ومعنويا علشان ينهي موقفه التجنيدي. فتوجيهات القيادة العامة ان احنا بشكل أساسي ودوري بنطلع لجان تجنيدية إلى المناطق الحدودية، واحنا حاليا دلوقتي قاعدين في المؤتمر الصحفي وعندنا لجنتين، لجنة في جنوب سيناء ولجنة في شلاتين، شغالة النهاردة وبكرة في شلاتين وأبو رماد، ويوم الأربع إن شاء الله هتبقى في حلايب ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة. بنقدم لهم الوثائق التجنيدية وبدون أي رسوم. كما أكد مدير إدارة التجنيد والتعبئة على عدم التعامل مع الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للالتحاق بالقوات المسلحة. اللي أنا عاوز أقوله للشباب ولزويهم للأب والأم، أوعى تتخيل إن في حد هياخد مقابل مادي عشان يقدم خدمة لابنه. أولا الإجراءات عندنا بتتم بشكل إلكتروني كامل، يعني ابنك اسأله هتلاقيه دخل الاختبار قاعد على جهاز كمبيوتر النتيجة بتاعته طلعت وهو لسه قاعد. وللمزيد من المعلومات عن شروط التحاق المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني techcand.mod.gov.eg، وللتعرف على الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني techcand.mod.gov.eg، بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكتروني ورقمه 15499. مع مرور عام على إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم تدشينه فور إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، استطاع التحالف تحقيق العديد من الإنجازات، من بينها تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات ل 37 مليون مواطن من الفئات الأكثر استحقاقا. ويستكمل التحالف الوطني جهوده في دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال إطلاق مبادرة كتف في كتف بكافة المحافظات، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على وسط مدينة باخموت الأوكرانية. انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. من جديد مرحبا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة. وخلال لقائه في القاهرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، شدد شكري على ضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها ووضع حد لمعاناة الشعب السوري. وأحاط وزير الخارجية المبعوث الأممي بالدعم الذي قدمته مصر إلى سوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر في فبراير الماضي والزيارة التي قام بها إلى دمشق.
كما عقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مباحثات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جيفري بيدرسون. وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا، خاصة بعد التداعيات السلبية لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. في إطار دعم العملية السياسية في سوريا، عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، والذي جاء في إطار المشاورات المستمرة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. هو في تشاور مستمر بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى سوريا السفير بيدرسون والأمين العام، العلاقة يعني ممتدة لسنوات طويلة. وكان اللقاء باستقبال معالي الأمين العام للمبعوث الأممي في مقر الأمانة العامة للجامعة، كان لقاء مهم. دايما في تبادل وجهات النظر، الوضع السوري يعني بيمر بتغيرات محتاجة تبادل وجهات النظر، محتاجة الوقوف على يعني آخر تطورات الوضع، خاصة بعد يعني الزلزال المؤسف. تم تبادل وجهات النظر والوقوف على آخر تطورات الأوضاع في سوريا. ناقشنا اليوم في الاجتماع مع الأمين العام الموقف في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأهمية دعم الشعب السوري في هذه الأزمة الإنسانية، كما ناقشنا كيفية دعم العملية السياسية في سوريا، حيث كانت المباحثات مع الأمين العام مثمرة وتم الاتفاق على استمرار التشاور لإيجاد حلول للأزمة المعقدة وأهمية تشكيل دعم عربي قوي لتسوية هذه الأزمة. استعرض المبعوث الأممي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع في سوريا، سواء على الصعيد الإنساني والمساعدات الإنسانية المقدمة للمتضررين وأثارها المختلفة وتداعياتها، بالإضافة إلى التداعيات السياسية لهذا الزلزال. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد. هذا ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 28 على التوالي خطوات العصيان. وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن خطوات العصيان مستمرة حتى الآن عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل. أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية أن معارك عنيفة تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط باخموت بشرق أوكرانيا. قال المسؤول العسكري الأوكراني أن مجموعة فاغنر الروسية تهاجم من عدة اتجاهات وتحاول اختراق دفاعات القوات الأوكرانية والتقدم إلى مناطق وسط المدينة. وأضافت قوات الدفاع الأوكرانية أنها تصدت لأكثر من 100 محاولة هجومية روسية خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أكثر من 1100 قتيل سقطوا في صفوف القوات الروسية خلال أقل من أسبوع في المعارك قرب مدينة باخموت شرق أوكرانيا، كما تم تدمير أكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية. كشفت وكالة حرس الحدود البولندية عن ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأكثر من 10 ملايين لاجئ، وذلك عقب وصول 20,300 وافد أوكراني إلى البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت الوكالة أن 23,500 شخص غادروا بولندا أمس عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى وصول عدد العائدين لأكثر من 8,500,000 شخص. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن هذه المناورات تتضمن تدريبات في زمن الحرب لصد هجمات كوريا الشمالية المحتملة والقيام بحملة استقرار في الشمال، لكن بيونغ يانغ تعتبر المناورات محاكاة لغزو أراضيها وتهدد بانتظام باتخاذ إجراء تصفه بالساحق ردا على ذلك.
تشهد محافظة الأقصر طفرة عمرانية وحضرية كبيرة تنعكس أثارها بصورة إيجابية على الحركة السياحية الوافدة للمحافظة. المزيد من المتابعة تنضم إلينا من محافظة الأقصر الزميلة لمياء موافي موفد التلفزيون المصري. لمياء، بعد التحية ضعينا في صورة ما تشاهديه على أرض الواقع الآن ورؤيتك لهذا التطور العمراني والحضاري في الأقصر من حيث ما تتابعين من خلال كاميرا التلفزيون المصري. يعني أنا بحييكم من أمام معبد الأقصر وطريق الكباش الذي تم إعادة إحيائه 2021 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حفل كبير شهده يعني زعماء العالم. نهضة كما قلت في الخبر، نهضة عمرانية وحضارية وتنموية بتشهدها محافظة الأقصر انعكست بصورة إيجابية على أعداد السائحين الذين جاءوا من مختلف دول العالم لاستمتاع ب جمال الطقس هنا وآثار مصر ومتحف يعني الأقصر، يقال أنها متحف مفتوح، أكبر متحف مفتوح في العالم. أنا معي المهندس أسعد مستشار سيادة المحافظ ومدير مشروعات التطوير هنا بمحافظة الأقصر. المهندس أسعد، كل سنة وحضرتك طيب. يعني بدون نهضة كبيرة وطفرة عمرانية كبيرة بتشهدها محافظة الأقصر، ويمكن نقول أيضا حبينا نتكلم عن محور دكتور سمير فرج اللي هيربط البر الشرقي بالبر الغربي. اهلا بحضرتك، وكل سنه وشعب مصر العظيم بخير والقياده السياسيه بخير. وطبعا لو اتكلمنا عن النهضه، احنا لا فعلا في نهضه في الاقصر، احنا عندنا نهضه في كل المناحي الحياه. عندنا محور شمال الاقصر اللي اطلق عليه بقرار من السيد الرئيس محور الدكتور سمير فرج. المحور ده محور تنموي سياحي رائع، احنا كنا بنحلم بيه من زمان، الرئيس صدق عليه واشار ان هو يبقى محور حر. المحور ده طوله حوالي 18 كيلو، بيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي، وبيربط الطرق الزراعيه، طريق الزراعه الشرقي والغربي. وكمان هيسهل حركه السائحين اليوم الواحد من الغردقه للاقصر. بالظبط، الكونفوي او رحله اليوم الواحد للسائحين في الغردقه ومرسى علم والبحر الاحمر بصفه عامه، دي سياحه كبيره وسياحه واعده. المحور ده بيسهل عليهم مشوار كبير، بياخدوا من الاقصر عشان يلف من كوبري البغدادي ويرجع تاني حوالي 62 كيلو، بيوفر عليه المسافه بقت حوالي 17 كيلو، كلام يعني مش هياخد 12 دقيقه بالظبط عشان هو السائح يقدر يروح يخلص كل السياحه المزارات بتاعته في البر الشرقي والبر الغربي. مهندس اسعد، احنا واقفين على طريق الكورنيش، انا شايفه اعداد كبيره من السائحين بتستمتع بالسير هنا على طريق الكورنيش، ايضا المواطنين بيستمتعوا بالسير على طريق الكورنيش. هل تم استكمال طريق الكورنيش بالاقصر؟ هو طريق الكورنيش طبعا ما كانش كده، المستشار مصطفى ألهم المحافظ الفاهم الواعي اللي أدى عمل نهضة في الأقصر، نهضة كبيرة، بدأ من أول ما جه بدأ بالكورنيش، رفق الكورنيش مرافق كاملة، كهرباء، مية، صرف، احنا شايفين الإضاءة ديكورية، الصرف الصحي اللي كان في المراكب بترمي الصرف الصحي بتاعها في النيل، كل المراسي اللي موجودة مؤهلة لصرف صحي مربوط على الشبكة الرئيسية بتاعت المدينة، كل ده طبعا الكورنيش اتعمل كورنيش علوي كورنيش سفلي بطول حوالي تقريبا كيلو، وفي تكمله في حوالي 800. انا مضطره يعني اقطع حضرتك عشان وقت النشره، يعني بالفعل من مشاهدتي حاله من الرواج السياحي، اعداد كبيره جدا من السائحين جاءوا للاستمتاع بمحافظه الاقصر، منهم يعني من يسير على الاقدام، منهم من حرص على ركوب الحنطور، رحله الحنطور الكثير بيستمتع بيها، منهم من يستمتع بالرحلات النيليه. الاقصر تزدهن في اجمل صوره ووسط اعداد ونهضه عمرانيه كبيره جدا. إليكم زملائي مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك يا زميلة لمياء موافي مفادة أخبار مصر لمحافظة الأقصر، شكرا لك. انطلقت بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء. نعم، الاجتماع يناقش على مدى يومين مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية
والذي اقترحته وزارة العدل الكويتية في العام 2018 لبحث مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية. انطلقت فعاليات الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء برئاسة ممثل دولة الكويت بمقر الجامعة العربية. بعض الملاحظات اللي تم إعدادها في الاجتماع الثالث، وتم إضافة بعض ملاحظات الدول العربية، وإن شاء الله اليوم راح نطلع في صيغة نهائية للقانون الاسترشادي، وبالتالي راح يعرض على مجلس وزراء العدل العرب، وإن شاء الله نطلع بصورة جيدة أمام المجتمع الدولي إن شاء الله. تم مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية والذي اقترحته وزارة العدل بدولة الكويت عام 2018. احنا بنناقش في مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية. هذا المشروع كان تقدمت به دولة الكويت، وصدر به قرار من مجلس وزراء العدل العرب في الدورة 34 بانه يتم مناقشته، وفعلا تم دعوة خبراء من وزارات الداخلية في الدول العربية ووزارات العدل، تكونت لجنة مشتركة، ومعنا برضو الإخوة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فتكونت لجنة مشتركة من هؤلاء الخبراء، ونحن اليوم في الاجتماع الرابع نأمل في أنه يتم الانتهاء من كل المواد. الهدف من وضع مشروع القانون هو الحد من الظواهر المنتشرة في المجتمعات، حيث يخاطب هذا القانون قطاعا عريضا لمنع خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى نزاعات وصراعات مجتمعية خاصة في المؤسسات التعليمية التي انتشرت فيها العديد من الحوادث. يأتي مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في إطار تحركات الجامعة العربية لبناء المجتمعات العربية والحفاظ على الفرد العربي على كافة المستويات. من الجامعة العربية منذر بوضوح، التلفزيون المصري. تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 12. نعم، يهدف المؤتمر لتحقيق مستقبل مرن لصناعة الموانئ وكذلك صناعة الخدمات اللوجستية. تحت عنوان أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها نحو تحقيق مستقبل مستدام مرن للموانئ والخدمات اللوجستية، انطلقت أولى فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على مدار 3 أيام بمحافظة الإسكندرية، وبمشاركة العديد من التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية. لازم نستغل المؤتمر ده عشان نطلع بتوصيات قابلة للتنفيذ لتطوير موانينا، لأن موانينا دي تتصلنا بالعالم الخارجي، والموانئ أمن قومي مصري، وإحنا حريصين على تطوير الأمن القومي مصري. الإسكندرية موانيها بتستقبل وتصدر 60% من الصادرات والواردات المصرية قبل عمليات التطوير التي أمر بها فخامة الرئيس. بعد عملية التطوير هيكون العملية أضخم وأكبر كتير جدا. الإسكندرية بتفخر أن يكون فيها أكبر مينائين في مصر كلها، ومن أكبر موانئ الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة إن شاء الله. يأتي المؤتمر من منطلق الاهتمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بلعب دور أساسي في صناعة النقل البحري وتحقيق التطور الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي في هذا المجال، ونظرا لدورها الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية. فلابد أن يكون هناك مجال للأفكار اللي هي الابتكارية والإبداعات والتكنولوجي. النهاردة يعني خلاص أسلوب الإدارة القديم مش هو ده اللي هيمشي مع المستقبل، مع الواقع احنا عايشينه، ولا المستقبل. فلابد النهاردة نطلع مع بواسطة كل المواني البحر المتوسط، مينا فالنسيا، مينا مارسي، مينا مواني إيطاليا، مواني كل دول إن شاء الله هنطلع بالتوصيات اللي نقدمها لمتخذ القرار في مصر ودولنا العربية. هذا التوقيت هو التوقيت اللي يجب أن نقوم بهذا التطوير، لأن إذا نظرنا إلى تطورات التحديات تواجه العالم، هناك تحديات كبيرة جدا. فهناك أزمة متعلقة ببواقي أزمة كورونا، ثم ننتقلنا إلى أزمة روسيا الأوكرانية، ثم أزمتي الطاقة والغذاء. هذا سينعكس سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، ومتوقع أن ينخفض الاقتصاد العالمي بحوالي 4 تريليون دولار حتى عام 2026. في ظل هذه الأمور الانعكاس سيكون أكبر على التجارة العالمية، لأن التجارة العالمية ما هي اللي انعكاس تطور الاقتصاد العالمي. جدير بالذكر أن مصر تمتلك 18 ميناء تجاري ولديها 3000 كيلومتر شواطئ،
وتعمل الدولة على استغلال إمكانياتها بتنفيذ خطة شاملة لجذب الاستثمارات بتكلفة تقدر ب 129 مليار جنيه. مع إعلانها جمهورية جديدة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتعمل على استعادة دورها الريادي في المنطقة الإقليمية بتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات، يأتي المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ليؤكد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية. من محافظة الإسكندرية، أحمد سعد الدين، النيل. تحت عنوان تحول القطاع الصحي بعد جائحة كورونا، فرص وتحديات الصحة العامة، اختتم المؤتمر الدولي الثالث أعماله بالتوصية بضرورة تعزيز الأنظمة الصحية حول العالم وإعادة هيكلتها لكي تصبح أكثر مرونة وفاعلية في التعامل مع الجوائح والأزمات. خلال فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول تحول القطاع الصحي بعد جائحة كورونا وتحديات وفرص الصحة العامة، أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة وضع برامج الصحة العامة بالمناهج الدراسية للأطباء الشبان ومرونة النظم الصحية بالدول العربية وتوظيف التكنولوجيا والميكنة والتطبيب عن بعد بالمراكز الطبية بكافة الدول العربية. نحتاج الآن بحوث كبيرة لتفهم نمط الحياة اللي تعاش في عدة مناطق في الدول العربية، 22 دولة عربية مختلفة. احنا يهمنا الآن أنه القيادات الصحية تكون مدربة ولها القابلية على العطاء ولها القابلية على مجابهة التحديات الكثيرة اللي نصادفها ليس فقط في منطقتنا العربية الحبيبة وإنما في كل دول العالم. أهمية تعزيز تدريب وتأهيل القوى العاملة في مجال الصحة العامة، إعادة هيكلة نظام الصحة العربي في وزارة الصحة الدول العربية، أبعاد الصحة العامة، تطبيق مفاهيم الصحة العامة على الأدلة والبراهين وبالأخص البحوث الوطنية العربية، إشراك كافة أعضاء الفريق الصحي سواء صيادلة وتمريض وإداريين ومراقبين صحيين وفني تغذية وغيرهم من التخصصات الصحية. تتبنى الكليات الصحية والجامعات والمعاهد الصحية إرساء مناهج الصحة العامة داخل مناهج التعليم الطبي والتعليم الصحي. التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وكل ده لازم يبد تسخيره، بدل ما احنا بنبدأ نسخره في جيمز وفي حاجات أخرى، احنا نبدأ نسخره فيما يفيد المواطن والشخص نفسه، وتطوير اتخاذ القرار وتطوير المنظومات الصحية اللي موجودة في كل الدول العربية. المؤتمر تخلله العديد من الجلسات المهمة كشفت عن تجارب الدول العربية مع جائحة كورونا وكيفية الاستفادة منها بالتعامل مع تلك الجوائح في المستقبل ودور الشباب في وضع البرامج الصحية التي تواجه تلك التحديات بشكل واقعي. كيف احنا نربط دور الشباب بالنسبة للتغيير ودورهم المتكامل في تعزيز الصحة وحماية البيئة وحماية الكوكب، ودورهم كذلك ان يكونوا لهم صوت في اتخاذ القرار. الشباب ليهم دور وليهم دور قوي في ان هم يصنعوا السياسات ويقدروا ينفذوها من اجل ان هم يحاربوا قضيه تغير المناخ اللي بتمسهم زي ما بتمس باقي المجتمع بشكل اجمع. الصحه حق، هذا الحق يتضمن الحق في الرعايه الصحيه، ولكن يتضمن الحق في ظروف وبيئه صحيه مناسبه تدعم صحه الافراد. كل المنظومه الصحيه احنا لينا دور متكامل متجانس، كلنا بنكمل بعض علشان نكون بنوصل لحل المشكله. ونهتم اكتر بمبدا الوان هيلث، الصحه الواحده، صحه الانسان وصحه الحيوان وصحه النبات وصحه البيئه، لان احنا لو اهتمينا عنصر واحد ممكن عنصر واحد يأثر على باقي العناصر. نقدر نعمل مزارع مستدامة، مزارع بيطرية، مزارع للدواجن تكون مستدامة، لاستعيد التوازن الطبيعي للإنسان في وجوده داخل البيئة، ونستعيد البيئة الصحية لأن صحة الإنسان من صحة البيئة. توظيف التكنولوجيا ومرونة النظم الصحية وتعزيز الصحة العامة بالمناهج الدراسية توصيات أكد عليها المؤتمر، لكن الوقاية واتباع الإجراءات الاحترازية تعد الحد الأمثل لمواجهة الجوائح الصحية. محمد حلمي، التلفزيون المصري. افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من المشروعات الخدمية في مدينة رأس سدر، كما تفقد مشروعات أخرى بالمدينة، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. في إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان الفضيل، تفقد محافظها اللواء خالد فودة وقام بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة رأس سدر.
تعمل هذه المشروعات على خدمة وتيسير حياة 60,000 مواطن هم سكان المدينة. 5 محطات رئيسية شملتها جولة المحافظ، أهمها محطة البحوث التابعة للمركز القومي لبحوث الصحراء، وبها تفقد المحافظ عددا من المشروعات الزراعية والحيوانية، منها مشروع تحسين إنتاج الإبل من الألبان واللحوم. ولتوفير السلع الغذائية لمواطني رأس سدر بأسعار مناسبة، جاء افتتاح معرض أهلا رمضان ليوفر السلع التموينية والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم. وبعد تطويره وتزويده بمظلات ومحال تجارية، جاءت زيارة موقف الأجرة والسيرفيس. تطويره شمل أيضا زيادة عدد الخطوط بين المدن المختلفة. اللي في إيدينا بنعظمه. الأخ رئيس المدينة عمل شوية توسعات وعمل شوية مظلات وكده ووضب المنطقة وأطلق بقى خطوط بقى للمرج، حتى المرج ممكن تركب هنا تروح المرج. يعني الطور خلينا نخطط الطور دلوقتي الشويش فتكل ده طبعا بيسهل لاولادنا اللي عايز يروح بقى مشوار عايز ينزل. ولوضع اللمسات النهائيه به، تفقد المحافظ بيت ثقافه راس سدر الذي يجري تطويره بتكلفه 800,000 جنيه، ويقام البيت على مساحه 2000 متر مربع ضاما مسرحا داخليا ومكتبة عامة وأخرى للطفل ومرسما. الزيارة شملت كذلك مستشفى رأس سدر المركزي بعد انتهاء أعمال تطويره للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمواطني المدينة. المستشفى بتخدم حوالي 150 كيلو من النفق لحد أبو جديس. احنا عندنا هنا عدد السرير 65 سرير، من ضمنها 18 سرير في الطوارئ، عندنا 9 مكنات غسيل فلوي، 9 وصلات، عندنا 11 سرير رعاية مركزة، 11 سرير رعاية منها 5 سرير رعاية مركزة. مشروعات تم افتتاحها وخدمات تم توفيرها تسعى كلها لتيسير حياة مواطني مدن جنوب سيناء والارتقاء بمستوى معيشتهم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. الآن نتحول لقراءة لأهم وآخر أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بصحبة شيرين الوكيلة. أخبار المال والأعمال للثمانية، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن النظام المصرفي آمن وبإمكان الأمريكيين الثقة به، وأعرب عن سعادته بالتوصل إلى حل سريع لحماية العمال والشركات الصغيرة في أعقاب إعلان إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر. وأعلن بايدن أنه سيطلب من الكونغرس تشديد القوانين المنظمة للبنوك، وتعهد بايدن بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس المؤسستين الماليتين. وأكد الرئيس الأمريكي أن الأزمة تحت السيطرة وأن الحكومة تضمن حقوق المودعين دون تحميل دافعي الضرائب أي خسائر. وعلى صعيد التعاملات في أسواق المال العالمية، عوضت مؤشرات البورصة وول ستريت خسائرها المبكرة إثر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن ضمان سلامة القطاع المصرفي، ليرتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بنحو 0.3%، وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%، كذلك قفز مؤشر ناسداك بنحو 1%، في حين واصلت مؤشرات أسواق المال الأوروبية تراجعاتها لتسجل أسوأ جلسة خلال العام بسبب المخاوف من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي. وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنحو 1.8%، كذلك هبط مؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي بنسب تخطت 2%. كذلك تأثرت أسواق النفط العالمية بالمخاوف من توالي حدوث أزمة مالية جديدة إثر انهيار بنكين أمريكيين، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 4 دولارات إلى 78.82 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72.82 دولار للبرميل. ها
هذا وواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها بختام تعاملات ثاني جلسات الأسبوع متأثرة بمبيعات الأجانب والأفراد العرب، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 1.6% متخليا عن مستوى 15690 نقطة. كذلك هبط المؤشران EGX 70 EWI و EGX 100 EWI بنسب تراوحت ما بين 2.7% و3%. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، وحققت القناة اليوم أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن. وأشار ربيع إلى أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة تعود بالأساس إلى مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزيتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الوزارة تستهدف إتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الحوافز للشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر. تأكيدات الملا جاءت خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين، حيث أكد الملا أن البلدين توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة من خلال التعاون مع كبرى الشركات الألمانية. أهلا بكم من جديد والنشرة الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وهناك فرصة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول. كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد. وعن التوقعات المنتظرة للأيام تشير إلى استمرار ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وعن القاهرة وشرم الشيخ. درجات الحرارة القاهرة الثلاثاء 20/12، الأربعاء 21/12، الخميس 24/14، شرم الشيخ الثلاثاء 23/16، الأربعاء 24/16، الخميس 25/17، الأقصر الثلاثاء 30/14، الأربعاء 26/14، الخميس 27/13، أما عن الأحوال الأيام القادمة، القاهرة 20/12، الإسكندرية العريش 22/11، رفح 21/11، إسماعيلية 21/12، السويس 21/12، مطروح 18/12، وادي النطرون 28/14، المنصورة 21/12، طنطا 20/12، دمنهور 20/12، سانت كاترين 17/7، الغردقة 24/16، شرم الشيخ 23/16، الفيوم 23/11، المنيا 22/12، أسيوط 23/12، سوهاج 30/14، قنا 30/14، الأقصر 30/14، الوادي الجديد 31/12، أسوان 31/14،
حلايب 23/15، شلاتين 23/14، أبو رماد 24/15، رأس حدربة 24/15. ومشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع الدنمارك وتقديم كافة التسهيلات للشركات الدنماركية بمصر. مدبولي يستعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل ويؤكد على الأهمية القصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. شكري يؤكد للمبعوث الأممي لسوريا أهمية إحياء العملية السياسية والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السورية. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.إيجي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.